السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة بسبب موضوع حذرنا منه كذا مرة، طلعت وقلت لكم كذا مرة بلاش الروتين اليومي، بلاش الفيديوهات اللي الستات الفاضية بتطلع تعملها، بلاش اللي احنا بقينا بنشوفه. شفتوا يا جماعة النهاردة الجريمة اللي حصلت بسبب الروتين اليومي، بسبب ان واحدة كانت بتعمل روتين يومي من ورا جوزها اللي خارج البلاد كان بيشتغل وبعت لها بالدولارات وبيبعت لها فلوس عشان تحسن حالتها المادية هي وعيالها وتجيب كل اللي نفسها فيه، وفجأة يعرف ان هي بتعمل روتين يومي من اللي انا بقول لكم عليه، مش الروتين اليومي المحترم طبعا، من الروتين اليومي اللي هو اللي بيقولوا عليه عرض الجسم عشان ياخدوا فلوس، هو ده ما اسموش غير كده، مش روتين يومي، المفروض يغيروا اسمه. الزوج يا جماعة كان مسافر بلاد بره. القصة بتبتدي ان الزوج كان مسافر بلاد بره، كان بيبعت لزوجته بالدولارات كل ما تقول له احنا ما عندناش احنا عايزين هدوم، احنا عايزين نكبر شقتنا شوية، احنا عايزين نغير العفش، احنا عايزين نجيب حاجات حلوة عشان ولادنا، يقول له حاضر انا بشتغل اهو وهبعت لك كل شهر اللي انت عايزاه وهات اللي نفسك فيه. وفعلا كان بيبعت لها بالدولار كل الفلوس اللي هي نفسها فيها، كل اللي هي عايزاه كانت بتجيبه هي وعيالها، من لبس كمان وسعت شقتها، كمان جابت عفش جديد، كمان بقت بتلبس نظيف، بقت بتصرف، بقى معاها موبايلات من الغالية، كل حاجة جوزها كان منبه لها. لغاية ما فترة كده يا جماعة الزوج لقى أهله بيبعتوا له صور وفيديوهات لواحدة بتعمل روتين يومي، فاتصل بوالدته وبقرايبه، انتوا بعتين لي ليه الصور دي؟ أنا معرفش الشخصية دي، لأن هي كانت بتعمل روتين يومي يا جماعة، مع العلم يعني مخبية وشها. راح قال لها انا قال لهم انا ما اعرفش مين دي، انا ما اعرفش انتوا بعتين لي الفيديوهات دي. راحت والدته وقرايبه قالوا له بص بس في الفيديوهات دي وانت تعرف، دقق شويه في اللي بتعمل وفي الصوت اللي بيعمل الروتينات اليوميه وانت هتعرف. فعلا لما الزوج دقق شويه وبقى يسمع نبره الصوت وبص على جسمها، طبعا كل زوج عارف جسم مراته لو راحت فين حتى لو مخبيه وشها، راح عرف ان دي زوجته. قال لهم ودي مراتي؟ قالوا له اه مراتك بتعمل روتين يومي من روتينات الفضيحه اللي هي بتتعمل اليومين دول. الراجل بقى برج من عقله هيشت، بقى انا متغرب وطالع عين اهلي وببعت لك كل اللي في جيبي عشان تجيبي كل اللي نفسك فيه وفي الاخر تعملي كده؟ نزل عشان يواجهها، ولما نزل بيقول لها هو انت فعلا بتعملي الفيديوهات دي؟ انت فعلا بتعملي الروتينات اليوميه دي؟ قالت له اه انا بعمل عشان اتسلى واجيب فلوس. راح قال لها طب انت عايزه فلوس ليه؟ طب ما انا ببعت لك كل اللي انت عايزاه وبديكي كل اللي انت عايزاه وزياده حبه، ليه بتعملي الحاجة الغلط؟ قالت له بقول لك ايه، انا لقيت القنوات دي بتكسب فلوس كتير وناس صحابي عرضوا عليا اشتغل في الموضوع ده وانا مخبية وشي ومحدش يعرف. قال لها محدش يعرف، ده انا اهلي كلهم عرفوك وصحابي كلهم عرفوك وانا عرفتك، هبطلي مش ولا مش هبطلي؟ قالت له انا مش هبطل الفيديوهات دي. راح متصل بابوها وامها، تعالوا حصل واحد اتنين تلاتة، بنتكم مش راضيه تبطل الفيديوهات دي وانا ببعت لها كل اللي هي عايزاه ومش مخليها محتاجه حاجه. راح ابوها وامها حاولوا يتكلموا معاها، البنت برضو قالت انا مش هبطل لان هي قناتها كانت كبيره وبتقبض منها فلوس قد كده، لان للاسف احنا بنشجع التفاهه، للاسف احنا بنروح نشترك عند الناس اللي بتعمل تفاهه ونروح نعللهم في قنواتهم ونروح نديهم لايكات ونشترك ونعمل في قناه تافهه بتطلع تعرض. راح الراجل بقى شاهد اهلها ما منفعش، قالت لا برضه هفضل اشتغل. راح الراجل خلى امها وابوها مشوا وخدوا الست عيال، عندها ست عيال يا جماعه، راح مسكها قتلها وقتلها موته بشعه، وبعد ما قتلها راح سلم نفسه، وفي الشرطة اعترف ان هو قتلها بسبب ان هي بتعمل روتينات يومية. خدتي ايه انتي بقى؟ خدتي ايه غير ان عيالك اتيتموا وابني وجوزك دلوقتي اللي كان بيجيب الفلوس خلاص هيتعدم وانتي متي، والعيال ست عيال دول هيروحوا فين؟ طبعا مصيرهم التشرد. زي ما طلعت وقلت لكم في جميع الفيديوهات بتاعه الروتين اليومي انا بطلت اطلع انتقدهم، مش خوفا من اي حد ولا خوفا منهم، اه كانوا بيخشوا يعملوا ابلاغات وكانوا بيحاولوا يؤذوا الواحد في القناه بس الواحد ما كانش بيهمه. انا جت فتره عليا اشمئزيت منهم، بقيت بقرف لما اجي اتكلم عنهم او اشوف فيديوهاتهم، فعن نفسي كده قلت لا انا مش هتكلم عن الناس دي تاني، انا ماليش دعوه بيهم، لان انا مهما اتكلم ومهما انصحهم ما بياخدوش بالنصيحه، بس انا قلت لهم كتير وكنت بقول لهم في كل الفيديوهات اخرت اللي بتطلع تعرض جسمها من اجل المال دي اخرتك الفضيحه او الموت.
زي صاحبتكم دي، صاحبة قناة كبيرة يا جماعة، وكانت معدية 500,000 متابع، وكانت بتاخد فلوس وبتقبض ولايكات واشتراكات، والفيديوهات بتاعتها كانت بتعدي، وكل ده بسبب ان هم بيطلعوا يلبسوا العباية على اللحم ويطلعوا يصوروا جسمهم. بتاخدي ايه عشان تبيعي جسمك؟ طز في الفلوس اللي هتاخديها من بيع جسمك. وكتروا بقى يا جماعة، يعني الواحد بقى يشوف دلوقتي كم قنوات عاملة روتينات من النوع دي كتير. طبعا انا مش بظلم بتوع الروتين اليومي المحترم، في قنوات كويسة او محترمة وبتعمل، بتخش كده تستفادي منها اكلة وتتشجعي وتقومي تعملي طلبات بيتك، وتستفادي منها اكلة جديدة تعمليها، وبتستفادي ان هي بتشجعك تعملي حاجات في بيتك. لكن اللي انا بتكلم عنهم دول اللي يطلعوا يعرضوا اجسامهم من اجل الفلوس، يطلعوا يعرضوا لاي واحد يخش يعمل لها لايك. ست رخيصة بتطلع تعرض جسمها عشان الفلوس، وطلعت انتقدتكوا بدل مرة كذا مرة، البت بتاعت العياط اللي بتعمل روتينات يومية ومش عارف مين والأسطورة ومش عارف مين. لو طلعت عديت لكم الناس اللي بتعمل كده، مش هقعد أعد فيهم من هنا لبكرة. قنوات كتير اكتر من الهم على القلب زي ما بيقولوا، وكتروا قوي ويطلعوا يعملوا فيديوهات من النوع ده وما بيختشوش على دمهم. شويه منهم اللي بيلبسوا نقاب او اللي يلبسوا كمامه وبيستخبوا ورا النقاب والكمامه، وشويه منهم بيجحنوا وبيطلعوا يبينوا وشهم عادي مش هاممهم، ما هو بيبقى اصلا جوزهم هما اللي بيصورهم. انا اعرف واحده منهم، مش صاحبتي طبعا ولا حاجه، انا سمعت عنها، واحده صاحبتي كانت تعرف حد يعني قريبه، قالت ان زوجها هو اللي بيصورها، هو اللي بيبقى شايل لها الكاميرا كده وبيقعد يصورها ويجيب تضاريسها زي ما بيقولوا. والله العظيم ده حقيقه، في ناس كتير منهم قوي اجوازهم هم اللي بيصوروهم، وبيبقوا عارفين ان هم عاملين كده عشان الفيديوهات وعشان الفلوس. ده في واحده طلعت اعترفت بلسانها وبتقول انا جوزي هو اللي بيخليني اعمل كده عشان المشاهدات وعشان الدولار. يبقى دول تقولوا فيهم ايه؟ نقول فيهم ايه غير حسبي الله ونعم الوكيل فيهم؟ لانهم بيستهدفوا سن المراهقين، بيستهدفوا السن العيال الصغير، العيال اللي هي لسه في ثانوي، والعيال اللي لسه اللي هي تحت السن. طبعا مش كله، في ناس محترمه ومتربيه، لكن انا بقول لكم كمان بيستهدفوا الرجاله المريضه اللي قاعده مش لاقي حاجه تعملها، يخش يتفرج على واحده بتعرض روتين يومي. ايه انا كست لما بخش اشوف مش انتوا عاملين الروتينات اليوميه دي للستات؟ انا كست لما بدخل ما بستفادش اي حاجه من، انا ما بشوفش واحده غير واقفه بضهرها بتعرض جسمها من ورا، ده اللي انا بشوفه. لكن وانا واحده قاعده بقالها 10 دقايق بتفرش ملايه السرير، واحده قاعده بقالها 10 دقايق ماسكه المقشه وعماله توطي وتقول لك اصل انا بكنس، هو ده روتين يومي بذمتكم؟ خشوا شوفوا الاجانب اللي بيعملوا روتين يومي بايديهم. بصوا يا جماعه، الست بس ايديها بس اللي بتبقى ظاهره وبتطلع تعمل روتين يومي، وبيجيب مليار مشاهده، لان هي بتعمل شغل على ابوه زي ما بيقولوا. مش الدلع اللي انتوا بتعملوه، انتوا بتطلعوا تدلعوا في الفيديوهات، الدلع ده يتعمل لجوزك في الشقه مش يتعمل للمتابعين. لا حول ولا قوه الا بالله، معلش كترت، لان بجد بقى حاجه يعني الواحد مش عارف يقول فيهم ايه، مش عارفين نقول فيهم ايه غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحده تطلع تعرض جسمها من اجل الفلوس. حسبي الله ونعم الوكيل، وقلت لكم في كل الفيديوهات اخرتك الفضيحه. الفيديوهات دي بتبقى زي سي في ليكي كده، ذكرى لعيالك وعيلتك لما تعتزل المهنه يخشوا يتفرجوا على الست الوالده ولا الست الاخت بتاعتهم كانت بتعمل ايه. لا حول ولا قوه الا بالله، مستنيه لكم في الفيديو ده.